هنتكلم النهارده عن المحاضرة 5 أسس وقواعد إدارة المرأة. عشان المرأة اللي عندي أحط له أسس وقواعد. من بيت واحد، عملية تحسين وصيانة المرأة. يعتبر العمل على تحسين وصيانة المرأة الطبيعية من الأعمال الديناميكية المستمرة، والتي تعتبر المسؤولة الأولى للعاملين في قطاع رعاية المرأة الطبيعية، ويتهدف إلى تحسين كل مصادر الإنتاج في المرأة، حيث المياه، التربة، النبات، الحيوان، ويتم ذلك من خلال النقط التالية. نمرة واحد، تحسين استغلال مصادر المياه. يعتبر الماء والمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والعامل المحدد لنمو وانتشار نباتات الكساء الخضري، وتعتبر الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه بها، بالإضافة إلى ممكن أن تستفيد منه النباتات من الماء الندى، الضباب، المياه الجوفية المتاحة. وتحكم عادة في مياه الأمطار بالمناطق الطبيعية شكل التضاريس وسطح الأرض. عندما تسقط الأمطار تندفع إلى قمم الجبال والوديان والسهول ومجاري السور إلى المصب. ويتم ذلك من خلال عدة طرق. عشان نحافظ على المية، إقامة المصادر، وهي الطريقة التي تنفس في المراعي الطبيعية الجبلية، وهي منفذة في منطقة أوكلاهاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها تقام مصاطب على كل خطوط الكنتور، بحيث تسمح بحجز المياه المندفعة من أعلى هذا الخط، ويتم تجميع المياه وإعادة توزيعها في المساحات التي تقع داخل نطاق هذا الخط الخاص بالكنتور. وتقام المصاطب على هيئة مباني قوية أو تكون سدود ترابية. ومن فوائد هذه الطريقة توفير مياه لشرب الحيوانات العنيدة. وتقام المصاطب في المناطق الجبلية ذات الانحدار الشديد، حيث يتم اقتطاع جزء من الجبل ويعاد فرده لتكوين طبقة شبه مستوية لاصطياد المية. 2، عمل الأخاديد الكونتورية. تعتبر هذه الطريقة ذات فائدة عظمى لحفظ مياه المطر الساقط بكميات متزايدة في داخل التربة في الحالات الآتية: الأماكن الواسعة التي تأخذ شكل المنحدرات وانحدارها بسيط أو زاوية الميل فيها قليلة، الأماكن التي يصلها ماء سطحي من الأماكن المجاورة ولا تستطيع حجز الماء الجاري، التربة التي يستجيب تركيبها الميكانيكي والطبيعي للإمداد الزائد من الرطوبة. 3، المسطحات التي يمكن بها عمل أخاديد، حتى يمكنها أن تمسك جميع مياه الأمطار. في هذه الطريقة بيتم عمل خطوط بالمحلات على كل المسافة من الخطوط 4 أدم، وعرض الخط من 4 إلى 8 بوصة، وعمقه من 4 إلى 6 بوصة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 500,000 فدان بيتم ريها بهذه الطريقة، طريقة المسطحات. وتتم هذه الطريقة بعدة أشكال. نمرة واحد، إقامة سدود تحويلية ترابية. يحدد أماكنها وينفذها مهندسون متخصصين لتحويل المياه ونشرها على أكبر مساحة من الأراضي حول مجرى المياه الموجود فعلا. 4، جمع الماء وحصاده، وهي طريقة تشبه الخزانات المستخدمة في مصر، وتصلح هذه الطريقة لتخزين المياه لعدة شهور لحين حاجة النبات إليها، وتستخدم في المناطق التي يكون فيها سقوط الأمطار لفترة وجيزة وبكمية كبيرة. الطريقة اللي بعد كده، خزن المياه سطحي، حيث يتم عمل حفر في المناطق المستوية أسفل المناطق المنحدرة والتي يتجمع فيها المياه، ويتم عمل 3 جوانب للحفرة، والجانب الرابع يطرق مفتوحا
من جهة انحدار المياه من أعلى إلى أسفل، وتستغل خطوط القنطور لتوجيه المياه داخل الحفر. 2. التكسية الصناعية، وهي تعتبر عملية إعادة التكسية للمرعى عن طريق استخدام عملية البذر الصناعي، وهي عملية مكلفة اقتصاديا، ويتبع هذا الاتجاه في حالة المراعي المتدهورة بشكل شديد نتيجة لحدوث رعي جائر أو حرس الأرض أو حدوث حرائق، بحيث تكون التغطية الكلية للأرض الكساء لا تزيد عن 10-20%، والنباتات القابلة للاستساغة تقل نسبتها في الكساء الموجود عن 5-10%. بيؤخذ في هذا الاعتبار عدة عوامل. نمرة 1، ملائمة الموقع، بحيث أن تزرع أحسن الأماكن أولا، لأنها سوف تنتج نباتات المزروعة وتنمو بسرعة جيدة عن خيرها من الأماكن المختلفة. يبقى هم هنا عندي الموقع اللي عندي مهم جدا بالنسبة لملائمته لزراعة النباتات. 2، ملائمة النباتات للموقع، يجب أن تكون النباتات أو الأنواع النباتية المزروعة ملائمة للموقع التي سوف تزرع فيه. فإذا كان القرار هو زراعة نباتات مستوردة، فيجب أن يكون قد ثبت نجاحها وإنتاجها وإنتاجيتها تحت ظروف البيئة مماثلة للموقع المراد الزراعة فيه. تنظيم وتجهيز الأرض للزراعة. عند اتخاذ قرار الزراعة يجب العمل على تنظيف الأرض المزروعة من الأنواع النباتية الضارة غير المرغوبة والسائدة في موقع الكساء الخضري، فأتخلص من الأشجار أو الشجرات الكبيرة الحجم باستخدام أنواع معينة كبيرة زي الدوزرز، وفي بعض الحالات تستخدم أنواع قوية من الجرارات تقوم بعملية كسر الأشجار أو الشجيرات واقتلاعها من جذورها. اختبار الأنواع الملائمة ومعدلات الزراعة. يجب أن يتم اختيار الأنواع النباتية ذات الإنتاجية العالية والجيدة من العلف، والتي تتميز بالقدرة التنافسية العالية والمقاومة الكبيرة للرعي ودهس الحيوانات. ويفضل اختيار الأنواع المحلية التي تكون أكثر ملائمة للموقع، بحيث تتميز بأنها تكون عالية الإنتاجية، ممكن تجميع بذورها يدويا ونسرها، ويفضل أن تكون ذات مجموع جذري عميق. اختيار موسم وعمق الزراعة. يفضل زراعة أو الزراعة في وقت الربيع بعيدا عن موسم سقوط التلج، كما يفضل الزراعة في الوقت الذي تتوفر فيه الأمطار بكميات كافية للإنبات والنمو واستكمال دورة الحياة، وهذا ما يتوفر خلال فصل الربيع. تأثير العوامل البيئية على نمو وتوزيع النباتات العلفية. يتأثر نمو وإنتاج النباتات العلفية بالعوامل البيئية، سواء كانت جوية أو أرضية زي الحرارة، كمية الأمطار، الضوء والرطوبة، لها تأثير قوي على نمو النباتات العلف وعلى كمية الإنتاجية من الأعلاف. عشان كده هتختلف تأثير درجة الحرارة على النباتات التي يمكن أن تنمو في المناطق الباردة، بعضها بيبول بعضها بيدخل في المناطق الدافعة الحارة، وتوجد أنواع محاصيل العلف لها مدى واسع تتحمل الظروف البيئية زي البرسيم الحجازي، توجد بعض أصناف منه يمكن زراعتها ونجاحها في المناطق الباردة. وتقسم الحياة النباتية حسب
الظروف والعوامل البيئية المختلفة إلى 3 مجموعات: مناطق الغابات، مناطق المراعي، مناطق الصحاري. ولكل مجموعة من هذه المجاميع الثلاثة نباتات معينة تميزها عن نباتات المجموعة الأخرى، وتغطي المحاصيل 10% من المساحة اليابسة، وهذه المساحة بتمد الإنسان بحوالي 90% من احتياجاته الغذائية. أما بقية المساحة فهي موزعة بين الغابات اللي بتمثل 27% والأراضي الخالية من الزراعة وبتمثل حوالي 43%، وهذه تضم الصحاري والمناطق القطبية وقسم الجبال على مستوى العالم. ويمكن تقسيم الأراضي التي يغطيها العشب أو المرعى إلى 3 أقسام على أساس طول النبات وكثافة الغطاء النباتي، وتتوقف أصلا على معدل سقوط الأمطار، ونقسمها إلى الآتي: السفانة، تسود السفانة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الرطبة والتي تتميز بموسم جاف قصير في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية. البراري 2، البراري هذا النوع من المراعي الطبيعية يخلو من الأشجار وينتشر فين؟ في المناطق الدافئة والباردة على السواء، أي خارج المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، وهي موجودة في أمريكا الشمالية في وادي المسيسيبي وفي سهول أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. الستيبس، تعرف هذه المراعي بمنطقة الأعشاب القصيرة، حيث تغطي أعشاب النباتات مسطحات شامخة في المناطق الجافة وشبه الجافة، سواء كانت في المناطق الدافئة أو الباردة، وهي تخلو من الأشجار، ولكن قد ينتشر فيها الأعشاب الطويلة نسبيا مع الأعشاب القصيرة، وهي موجودة في السهول العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك الجمهوريات السوفيتية الجنوبية. العوامل التي تؤثر على توزيع وانتشار النباتات العلفية: يعتبر تفاوت نباتات محاصيل العلف في احتياجتها من العناصر البيئية المختلفة العامل الأساسي الذي يبنى عليه انتشارها في المناطق المتباينة في العالم بيئيا. أولا، تأثير العوامل الجوية. 1، الحرارة. تعتبر الحرارة أهم العوامل البيئية التي تحدد انتشار المحاصيل وتأقلمها، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال درجة نمو النباتات المستوطنة وبعض النباتات المستوردة على مستوى العالم. ويسود في المناطق البرد بعض محاصيل العلف زي البرسيم الأحمر والبرسيم الأبيض والبرسيم السويدي ورجل الغراب وحشيشة التيمون. بينما في المناطق الدافئة بيسود النجيل العادي، حشيشة كونسون، حشيشة دالاس، حشيشة باي. أما في المناطق القليلة الأمطار فالحرارة ليست بنفس الأهمية كما في المناطق السابقة، والحرارة والرطوبة متساويتين في الأهمية من حيث التوزيع الجغرافي للنباتات. أمثلة: نباتات حولية تتأثر بدرجة الحرارة، وبنقسمها إلى الآتي: حوليات صيفية تجود في الجو الدافئ وتتأثر بالبرودة مثل كشرنجيج وحشيشة السودان ولوبيا العلف وفول الصويا. حوليات شتوية تجود في درجة الحرارة المنخفضة وتتأثر بالحرارة المرتفعة مثل البرسيم المصري والبرسيم الأرضي أو تحت التربة وحشيشة الراي الحولية. الضوء، يؤثر الضوء أو الظل لحد ما
على نمو وانتشار النباتات. وبعض النباتات لها القدرة على النمو في الظل، والبعض الآخر يتأثر بالضوء من حيث طول النهار وقصر النهار. تأثير العوامل الأرضية. عوامل التربة المختلفة زي عوامل المناخ تؤثر على نمو النباتات، وتتفاوت النباتات بتأثير العوامل الأرضية، فنجد أن النجيليات تتفوق على باقي محاصيل العلف من حيث تحملها للظروف الأرضية غير الملائمة، ويرجع ذلك إلى طبيعة النمو والتفريع في هذه النباتات، كما يرجع إلى التركيب النباتي، حيث تكون الأوراق في النجيليات شريطية ضيقة وعليها طبقة شمعية وتقل فيها الخلايا الأسفنجية وكذلك الصغور عن أوراق البقوليات. من أهم العوامل الأرضية تأثر على انتشار النباتات توفر المية أو الرطوبة الأرضية. من العوامل المهمة التي تؤثر على تحديد المناطق الزراعية للمحاصيل هي كمية الأمطار الساقطة خلال موسم النمو. ولا تعتبر الأمطار الطريقة المباشرة لتأثيرها على كمية أو نمو النباتات. إذا بلغت كمية المطر أو اختلفت عن 185 ملي متر، ونجد في مصر أن كمية المطر اللي بتسقط على الدلتا هي في حدود 185 ملي متر، يجعلنا نعتمد اساسا ان هنا كميه المطر اللي بتنزل عندي قليله، فبعتمد انا على مياه نهر النيل في الزراعه ونمو النباتات. 2 الجفاف. تعتبر صفه تحمل الجفاف من اهم العوامل التي يجب مراعيها عند الانتخاب او التربيه لمحاصيل العلف، لان هذه الصفة يجب أن تتميز بها نباتات العلف في المناطق الجافة وشبه الجافة من العالم بالمقارنة عن النباتات التي تزرع في المناطق الرطبة وخصوصا في المناطق الباردة. ويمكن تقسيم محاصيل العلف بالنسبة لاحتياجها المائي إلى 3 مجاميع. نباتات احتياجها المائي كبير زي البرسيم القرمزي وحشيشة البرونز، نباتات احتياجها المائي متوسط برسيم الحجازي والبرسيم الحلو، نباتات احتياجها المائي قليل زي الدخن والذرة الرفيعة السكرية وحشيشة السودان. في عندك جدول في الكتاب بيبين لك الاحتياج المائي النسبي لبعض محاصيل العلف الأخضر، ممكن ترجع إليه. والاحتياج المائي هو عدد وحدات الماء اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من المادة الجافة. ومن العوامل التي تؤثر على الاحتياج المائي للنباتات ما يلي: خصوبة الأرض، إضافة الأسمدة أو زيادة خصوبة الأرض بيقلل من الاحتياج المائي للنباتات، لأن كمية الماء التي يمتصها النبات من تربة غنية تحتوي على كميات كبيرة من الغذاء تختلف عن كمية الماء اللي هتمتصها النباتات اللي بتنمو في تربة فقيرة. كمية الرطوبة في التربة. الاحتياج المائي للمحاصيل المزارعة بيزداد بالنسبة لمعظم المحاصيل حينما تكون التربة أو المحتوى المائي للتربة زائد جدا أو منخفض جدا. وعندك جدول بيبين الاحتياج المائي لبعض المحاصيل حسب واللي بيختلف حسب اختلاف نسبة الرطوبة الأرضية. صفات النباتات. يقل الاحتياج المائي للنبات كلما زادت النباتات في العمر. النباتات الصغيرة بتحتاج إلى كمية أكبر من الماء عن النباتات المتقدمة في العمر. الدورة الزراعية هو تعاقب المحاصيل
وجد ان المحصول السابق له تأثير على الاحتياج المائي للمحصول. فلو انا زرعت قمح ثم بعديه قمح، هلاقي الاحتياج المائي حوالي 487، شوفان ثم قمح 400، برسيم ثم قمح 310 رطل، كما هو موضح امامك. الرطوبة الجوية، كلما زادت نسبة الرطوبة الجوية كلما قل الاحتياج المائي. ملوحة التربة، بتختلف محاصيل العلف في قدرتها على تحمل نسبة الأملاح الضارة بالتربة. عموما فإن معظم محاصيل العلف المشهورة جيدة إلى متوسطة التحمل للملوحة مقارنة بالمحاصيل الأخرى. والجدول التالي بيبين لك تفاوت محاصيل العلف في تحملها لملوحة التربة. الشعير والبنجر يختلف عن البرسيم الأصفر والبرسيم الأبيض والبرسيم الحجازي وحشيش السودان والبرسيم الأحمر والبرسيم الأبيض والدحرج. تختلف برضو محاصيل العلف في درجة تحملها لحموضة التربة. بوضح لك الجدول التالي سلوك بعض المحاصيل بالنسبة لتحملها أو حساسيتها للحموضة من عدم. بيبين لك محاصيل شديدة التحمل زي لوبيا العلف، متوسطة التحمل زي الشعير، حساسة زي البرسيم الأحمر، حساسة جدا زي البرسيم الحجازي. قوام التربة، بيختلف انتشار نباتات العلف حسب قوام التربة. وبعض النباتات تفضل الأراضي الرملية الخفيفة زي البرسيم الحجازي أو البرسيم القرمزي أو رجل الغراب، في حين تجود نباتات أخرى زي البرسيم الأحمر أو الأبيض في التربة الثقيلة. زي ما قلنا قبل كده، أنا برجع للكتب الخاصة بالمراجع المختلفة الخاصة بمحاصيل العلف واللي قلناها في المحاضرات السابقة.